أبشر. أدعى توغوموري المحقق الشهير الذي يسعى لتحقيق العدالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله كل المتواجدين معنا الآن في هذا الكول، وحيا الله لكل مستمعينا المتواجدين في اليوتيوب وين ما كانوا يسمعونا من جميع أنحاء الوطن العربي في الحلقة الأولى من برنامجنا وبرنامجكم بداية أسطورة. طبعا برنامج بداية أسطورة يعود إليكم من جديد في موسمه الجديد وبعد غياب دام لمدة 5 سنوات مع فريق جديد ومع مستضيف جديد، فريق غني عن التعريف وهو فريق الأجنحة الغامضة في قناة شباب المستقبل كما نقولها، أو خليفة سبيستون إن شاء الله هي قناة الأجنحة الغامضة. أحب أرحب فيكم، أنا بسام المطيري ومعي في تقييم هذه المقابلة صديقي وأخي محسن بإذن الله. طبعا المايك الآن راح ينتقل لأخي محسن علشان يبدأ في المرحلة التعريفية بضيفنا الكريم. أول شيء يسعد مساكم جميعا أصدقائي إخواني أخواتي من كل الوطن العربي، أنتم طبعا فيكم الصديق فيكم الزميل في المجالات هذه في العوائل كلها. طبعا بمس عليك يا بسام، يسعد مساك يا غالي. يسعد مساك يا صاحبي، انا اتشرف كون برنامج بداية الصورة بعد غيابه الطويل هذا ان يكون في تعاون ما بيني وبينك في جميع حلقات الموسم الاول. انا والله الي الشرف اني اكون شريك لك في البرنامج الرائع اللي استمر على مدار فترات طويلة يعني، وانقطع ورجع وكنت معك رجعت ان شاء الله. الله يسعد. اليوم يا شباب يا صبايا راح نعطيك، اولا راح اقرا لكم تقرير عن الأستاذ مروان فرحات. نبدأ التقرير. عاش طفولته في أسرة ميسورة الحال، توفي والده وهو في سن الشباب وهو أكبر إخوته، أصبح هو ووالدته المسؤولين عن الأسرة. دخل المجال الفني في الفترة التي كان يدرس فيها في الثانوية العامة، وكان يعمل في مسرح للهواة، ومن ثم سجل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977. أول عمل قدمه بعد تخرجه من المعهد في المسرح كانت مسرحية المخططون بدور الزعيم، وفي التلفزيون كانت البداية المهمة في مسلسل إخوة التراب بدور عبد الغني العريسي، وفي الدبلجة كانت البداية مع مركز الزهرة في الصياد الصغير بدور فواز، وهو الذي دبلج شخصية المتحري الشهير توغوموري في أنمي كونان، وهي الشخصية التي أحبها بحبنا لها ولأدائه المتميز فيها، الفنان مروان فرحات. أهلا وسهلا يا أستاذ مروان، نورتنا وأشرقت الأنوار في عز الليل زي ما بيحكوا. تسلم. الأستاذ مروان فرحات المدبلج والممثل، أهلا وسهلا بك معنا. طبعا مثل ما رأينا في التقرير كانت بدايتك مليئة بالمسؤولية، ولكنك استطعت إثبات نفسك حتى صرت مثلا أعلى لي ولكل المستمعين. كيف تلخص لنا ببساطة هذه الانطلاقة؟ بداية أنا بحييكم وبحيي كل اللي عم يسمعونا هلا، وأنا لو قادر شوف كل واحد منكم وأطبع قبلة على جبينه، لأنه أنتوا فعلا كنتوا أصدقاء، وهذه أنا بكررها دائما، في ناس سمعوها مني عدة مرات، كنتوا أصدقاء أوفياء فعلا. نحن بداية كنا نشتغل للأطفال ومنعرف خطورة هاي المسألة، إنه التوجه للأطفال مسألة كتير خطيرة وكتير مهمة، وبعرف إنه كنا عم نرسم على ذاكرة الأطفال بشكل جميل، وما توقعت إنه يكون ردة الفعل مستقبلا بهذا الشكل يعني الرائع والجميل. طبعا الأطفال الصغار كبروا صاروا شباب المستقبل، وأنا بعتز فيهم، اللي تخرج من الجامعة طبيب مهندس وما زالوا على تواصل معنا، واللي ما تخرج من الجامعة واللي ما درس، حتى يعني الناس الآخرين اللي عم يتابعوا أمورهم بالمهن الحرة، هذا كمان شيء إيجابي وشيء جيد. المهم الإنسان يكون ناجح بالحياة. بداية أنا طبعا يعني مثل أي شاب من طبقة ميسورة الحال، مثل ما قلتوا بالمقدمة، حاولت بشتى الوسائل شق طريقي في البداية بالمسرح الهواة. طبعا كنت دائما ألقى المديح والثناء،
وأنه أنت عندك الإلقاء جيد وعندك أداء جيد، لازم تتابع دراستك أكاديمياً. بعد هالمرحلة، هاي مرحلة الهواة، أنا دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية بسنة 77، تخرجنا بال 81 وبدأت حياتي المهنية والاحترافية. طبعاً دراستنا الأساسية مثل ما بتعرفوا المسرح. المسرح هو الأساس. نعم. هلا من خلال المسرح انت بتصير تعرف كيف تتعامل مع الشخصيات، مع الشخصيه المسنده لك كممثل. يعني انا دائما بتناقش مع اغلب الاصدقاء والمعجبين، يعني اللي هن المعجبين اللي تحولوا لاصدقاء. طبعا انا ما بحب كلمه معجب بقدر ما هو صديق، انه بقدر ما انا بحب مهنتي كدوبلاج، ما بحب كلمه مدبلج، لأنه أنا ممثل أعمل في الدوبلاج، وهذا الموضوع طرحته عدة مرات. لكن عندكم هلأ في عدد كبير أكيد ما بيكون عرف بهاي الموضوع بهاي القصة. خطر لي سؤال صراحة، اللي هو يعني الدوبلاج التمثيل الأعمى. تمثيل الأعمى؟ لا أكيد مو تمثيل أعمى، يعني هو أداء تمثيلي بحاجة إلى نحن لما بنشتغل بالدوبلاج بحاجة لنكون ممثلين. يعني أنت بدك تتعامل مع شخصية، يعني القصد أنا عندي سؤال اللي هو كيف الفرق بين التمثيل اللي على خشبة المسرح أو أمام كاميرا التلفزيون وبين الدوبلاج. طبعا هو تمثيل، بس إحنا يعني حابين نشوف من خلال تجربتك شو الفرق بينهم. هلا لكل مجال في له تقنياته الخاصة. على المسرح أنت على علاقة مباشرة مع الجمهور، بتكون أنت محضر طبعاً من خلال بروفات ممكن تمتد لشهرين أو ثلاثة، دارس المسرحية، دارس دورك، وبتأدي أمام الجمهور بكامل أدواتك، يعني الجسد والصوت والإلقاء وملامح الوجه، كل الأدوات اللي على إلى علاقة بالممثل. هلا اذا رحنا باتجاه الاذاعه انت بحاجه فقط لصوتك بس. طبعا الاداء كمان مهم، الاداء، وهون كمان في تمثيل بكل المجالات في تمثيل. يا استاذ مروان فرحات، انا خطر في بالي سؤال على كلامك. سبق وقلت انه التمثيل في المسرح يتطلب استخدام كامل الادوات من الادوات الفيزيائيه كالجسد. انا سؤالي هنا، اذا كان التمثيل المسرحي فيه طرق معينة للتدريب عليه بحيث أنه ممكن تتطور معه في المستقبل، لكن التمثيل الصوتي كيف الطريقة اللي تقدر تعيش فيها مثلا في الشخصية أو تعيش دور الشخص، أو ما هي الطرق اللي ممكن تسلكها بحيث أنك تقدر تعيش هذه الشخصية؟ هلأ هو ما في شيء اسمه تمثيل صوتي، يعني أنا ممثل أستخدم صوتي في الإذاعة، أستخدم صوتي في الدوبلاج. هلأ في بالدوبلاج في تقنيات معينة، هي إنه أنا أمامي شاشة، حاطط التليفون على أذني، أمامي المايك، أمامي نص، أمامي شخصية لازم أعرف أتعامل معها. هاي الشخصية هو إحساسها، أنا أشوف إحساسها وسيرتها الذاتية. هلأ أنا ممكن بلحظة هاي الشخصية ما رح ألقط كل شيء يعني عن سيرتها الذاتية، لكن شوي شوي بدخل لأعماقها النفسية، من خلالها أنا بصير بأدي. هلأ الأداء بيلعب دور بأنك أنت تنطق هاي الشخصية، تروح معها بالإحساس وتنطقها، وكأنه الشخص نفسه أو بالأنمي أو أفلام الكرتون هو اللي عم بيحكي. لذلك كان في طباعات من الناس أنه نحن يعني ما بنتخيل أنه هذا ممثل عم بينزل صوته هون، لا، كأنه الشخصية هي اللي عم تحكي نفسها. صحيح. إذن إحنا عنا قسمين بالدوبلاج، هو التطابق بالإحساس أو تطابق الحس، وتطابق بالشفاه، ليبسينك، اللي منقول له ليبسينك، ليب هي شفاه والسينك هي التطابق. وهل يوجد علم معين قد يدرسه أي شخص كما لو كان في أي علوم أخرى ومنها علوم التمثيلية؟ هل الشيء هذا ينطبق على الدوبلاج؟ أم أنه مجرد موهبة أو مهارة اكتسبها مع الوقت؟ تماماً، هي مهارة تكتسب مع الوقت. طبعاً مثل ما قلت في البداية أنه لازم يكون
اللي يدخل بهذا المجال عنده موهبة التمثيل. أنا دائما تجيني رسائل أنه أنا بحب الدوبلاج وكيف بدي أشتغل بالدوبلاج. أول ما بقول له أنت لازم تدرس التمثيل. هلأ إذا مو قادر تدرس التمثيل أو ما قادر تسجل بالأكاديمية، ممكن تنتسب لفرقة مسرحية تعرف إمكانياتك إذا كان في عندك موهبة أو لا. أغلب الناس هي عندها رغبة في أنه يكون والله ممثل أو يصعد على خشبة المسرح أو يمثل دور في التلفزيون. أغلب الناس عندها هي الرغبة، بس الرغبة غير الواقع. أحياناً بيجينا نحن كثير على المركز الزهرة، على الاستوديو، شباب وصبايا حابين يشتغلوا بهذا المجال، بس بينصدموا بالواقع أنه هن بعيدين تماماً. يعني أنت بحاجة قلت لك موهبة التمثيل تكون موجودة. اثنين، اللغة، تتملك اللغة الفصحى. نعم. عندي سؤال بعيداً يعني قريب، اللي هو عن الشخصيات اللي قمت فيها. الشخصيات اللي قمت فيها كثير ما شاء الله، وإحنا يعني تابعناها من صغرنا. لكن في عندي سؤال، الله يسعدك يا رب، سؤالي هو عن أبرز شخصية علمت معك أو خلتك حبيتها. هلأ الجمهور هو اللي حببني فيها، يعني على فكرة. في شخصيات يعني أنا ما متوقع لها هيك. يعني هلأ في شخصيات هي مشهورة عالميا مثل باتمان، أكيد بتوقع يكون في شيء مهم زورو. بس توغوموري مثلا، أنا حكيها سابقا أنه يعني أول ما أجى المسلسل إن هذا الناس رح تعترض عليه، أنه هو مسلسل عم يحكي عن الجريمة وأنه نتوجه للأطفال من خلال الجريمة، مشكلة طبعا. هو أكيد المسلسل أكيد مو للأطفال، يعني بده يكون للفتيان، للشباب. صحيح. يعني هو أنمي مش كرتون. بتفاجأ بعدين أنه الشخصية عملت جو، عملت حضور كتير أخذ، بحيث أنه هو توغوموري بالعمل يعني عامل، هو مثل مخفف وقت العمل لأنه يحكي عن الجريمة. هو شخصية كوميدية بتخفف شوي من وقت العمل. وشخصية صراحة أنا كنت متوقع إجابتك على توغوموري، لأنه فعلا الجمهور، طالما الجمهور حببك فيها أنا طوالي مباشر عرفت الإجابة، لأنه كان أدائك الرائع فيها، تقديمك للكوميديا، وفعلا شيء بيثبت أنه قدرتك على الدوبلاج غير الشخصية، من مثلا باتمان الشخصية الجدية الراكزة لشخصية فكاهية. احنا بنفتخر في انك انت معنا وحكيت لنا عن هاي الاشياء. لكن في سؤال اخر قبل السؤال، اعذرني يا محسن، قبل عن شخصية قموري، طيب هل تسمح لنا يا استاذي انك تقدم لنا الان دور بسيط من شخصية قموري، لان جدا متحمسين لهذا حقنا يا استاذ. ابشر. ادعى توغوموري المحقق الشهير الذي يسعى لتحقيق العدالة ويقبض على المجرمين. كل يوم أحقق في القضايا الأسرية وأبحث عن المفقودين، وأضطر إلى مواجهة المجرمين الخطيرين أيضا. وكل مرة أتصفح الجريدة أرى جريمة جديدة بدافع الانتقام أو المال أو أشياء أخرى كثيرة أشفق على هؤلاء الأشخاص. كونان، كم مرة قلت لك ألا تلمس شيئا في موقع الجريمة؟ لحظة أيها الشيء، ما الذي حدث؟ ما الذي يجعلني أشعر بالنعاس؟ كلما اقتربت مني سأرغمك على قول الحقيقة يوما ما يا كونان. الله عليك، يعني صراحة عشت الجو، شفت الصورة. هلا حابب اقول وجهه نظر هون، اختيار الصوت. هلا الصوت هو مو كل شيء يعني، بس الصوت هو مهم بانك تروح مع شكل الشخصيه، مع طبيعه الشخصيه. هلا اكيد انا ما بتعامل مع توغو مثل ما بتعامل مع باتمان. باتمان شخص جدي هيك نبيل، في هدوء، في رصانه بصوته وبإحساسه. طبعا هذا الإحساس هو اللي بيعطيك طبيعة الصوت.
بينما توغوموري لازم يعني اختر له طبقة صوت حتى إذا لعبت الكوميديا تطلع الكوميديا واضحة. أبي أستاذي فعلاً قلت لك طبقات الصوت الآن هي اللي تعتمد. طيب أنا كمدبلج جديد على سبيل المثال الآن أبي أدخل مجال الدبلجة، عندي شخصية مثلاً من أنمي معين، كيف أعرف مثلاً أن الصوت هذا يناسب هذه الشخصية؟ طبعاً أنا ممكن أنا أتقبل الصوت لكن ممكن غيري تكون عنده مشاكل، فأنا كيف أتفادى هذا الشيء؟ هاي المسألة اللي حكيت عليها هي مهمة المشرف الفني بين قوسين المخرج، هو المخرج النسخة العربية اصطلح عليه أنه نسميه نحن المشرف الفني، هو اللي بيختار هذا الممثل لهي الشخصية. هذا الممثل هو قادر يؤدي الشخصية وبيقادر انه يجيب صوته. عرفت شو؟ تمام. يعني دور المشرف الفني بيكون نفس دور المخرج في اختيار الادوار على الشخصيات، انه فعلا شغل اخراجي بيكون تماما، لانه هو بيكون عنده خبرة بامكانيات الممثل وبطبيعة صوته وحتى بامكانياته كممثل، مو بس الصوت يعني. طيب. انه قادر يؤدي هاي الشخصيه او لا، اللي هو انه طبعا من التجارب اخراج متابعه احيانا بيكون المخرج بتابع وبسمع، فمن عن طريق هاي الاشياء ومعرفه في طبقه الصوت الموجوده. صحيح صحيح صحيح. لذلك هو دائما اول مره بيجي ممثل او حدا بده يشتغل بالدوبلاج، اول شيء بيطلب المشرف الفني تست لصوت الممثل حتى يتعرف على صوته وعلى إمكانياته هي اللي قلت لك عليها، يعني هي اللي علاقة بالتمثيل بالأداء، بس بالأداء الصادق حتى، يعني مش بس أداؤه فقط، يعني كيف هو عم يتعامل مع هي الشخصية الموجودة على الشاشة. حلو. معلش لو جبت طبعا أمثلة من الشخصيات اللي اشتغلتها، يعني أنا أتعامل مع الكابتن ماجد شيء غير مع كاسبر، هذاك الكاسبر الشرير اللي بريمي، واحد تاني تماما. صحيح. أو باتمان أو ساندوكان أو عبد الرحمن بصقور الأرض اللي صار اسمه أسياد الشرق. طيب كيف تغير، كيف بإمكانك بصوتك يا أستاذي أنك تفرق بين هذه الشخصيات؟ مثلا على سبيل المثال أنا اشتغل في مجال الدبلجة، ممكن أقول لك إن الشخصيات اللي قدرت أضبطها يعني بشكل كامل بحيث إنه يكون لها شخصيات مختلفة شخصيتين بالكثير، لما وصلت لما يعني أدخل في الشخصية الثالثة واجهت أنا شخصيا مشاكل إنه أنا كيف راح أخلي هذه الشخصية تحمل مثلا طابع مختلف، شخصية مختلفة وأيضا صوت مختلف. يعني زي ما قلت إنك أنت مثلا في توغوموري الصوت يختلف كلي عن الصوت الموجود في كاسبر، يعني شخصيتين مختلفتين ممكن حتى ما تدري انه مثلا نفس الشخص اللي مسويها، فانا كيف راح اقدر اسوي هذا الشيء؟ طبعا هذا بده تدريب بالصوت، اكيد تدريب بالصوت يعني ومحاولات حثيثه من نفس الممثل، يعني هو بينه وبين حاله يسجل لحاله على الموبايل، هلا صار الموبايل يعني بايدي الجميع، يعني قادر يسجل أصوات، ولازم يتابع حتى إذا كان قدامه شاشة يتابع شخصية معينة ويأديها مع التسجيل أو ممكن على الموبايل مع الصورة والصوت، يحاول يطابق مع الصورة يطابق بالإحساس والليبسينج. طيب يعني بدها محاولات حثيثة أكيد. ولازم الآخرين يسمعونا. صحيح. لازم يكون في حدا عم يسمعه كمان. بعد المدة الطويلة إلك في العمل مع مركز الزهرة يمكن تكون من أول عمل إلك معهم، صحيح؟ إيه، أنا بالفترة الأولى كنا بالـ92 بدأنا بالصياد الصغير رامي، وبنفس الفترة كولومبوس، روبن هود، لحن الحياة، هي مجموعة أعمال انشغلت بهذيك المرحلة بداية تقريبا مع بعض كانوا أو في نفس الوقت؟ لا مش بنفس الوقت، لا كان لا أول شيء الصياد، على التعبير اللي قصدي أنه في نفس المواسم الفترة. تماما بنفس الفترة. صحيح صحيح. أستاذ من ناحية أحلامك، هل وصلت لحدود أحلامك ولا كل ما توصل عندك طموحات أكثر؟ أكيد أكيد، الإنسان لما بيوقف عند حد معين من الطموح معناته بدأ يتراجع. كل إنسان دائما
يطمح، حتى لو تقدم به العمر، لو صار يعني بالثمانين بالتسعين بيقول لك لسه أنا عندي شيء ما عملته. عرفت شو؟ دائما في طموح الوصول نحو الأفضل، نحو الأحسن، ودائما هدفنا أنتو جمهورنا الكريم العريض، نحن دائما نسعى لنكون عند حسن ظن الجميع. طيب يا أستاذي، هو إتقاننا لعملنا هدفنا بالأساس أنتو. حلو. طيب يا أستاذ، حاب أسألك الآن عن مسيرتك في سبيستون. خلينا نتكلم أول شيء أنه عن لنفترض سبيستون مقارنة بين الآن، بين الحاضر والماضي. الماضي كنا نشوف مثلا كطفولتنا حنا أعمال متجددة بشكل دوري، أعمال كثيرة، أعمال إلين ما وصلنا مرحلة أنه لما كبرنا لقينا أن سبيستون وقفت على نفس الأعمال القديمة، وبدأت تعرف نفس الأعمال اللي عملت في التسعينات وفي في الألفين وغيرها. هل هذا معناته أنه سبيستون وقفت على هذا الحد، أو وقفت على حد الطفولة بالنسبة لنا؟ حابب أضيف على سؤالك عشان ما تتكرر الأسئلة، اللي هي نعم. قناة سبيس باور كانت للفتية. صحيح. كنا إحنا يعني صراحة عم متابعين ومستمرين معها، فإحنا لاحظنا إنها انقطعت مرة واحدة، وكانت في أعمال متابعينها وقف دوبلاجها. فشو السبب برضو؟ طبعا هذا الكلام كمان كان عم ينطرح علينا بشكل دائم. نحن طبعا نحن ممثلين، لما منروح نشتغل بسبيستون نحن مش إداريين، يعني نحن أشخاص لا إداريين ولا لنا علاقة بأصحاب الشركات غير الصداقة يعني. وطبعا آراءكم دائما وآراء الجمهور توصلنا ونحن منوصلها بدورنا يعني. هلا أنا بشوف الأمر اللي تفضلت فيه له علاقة بمسألة إنتاجية تكلفة. وإيه يعني إنه محطة، أنت لما بتعمل محطة وما عم تعمل لك مردود أكيد في تكلفة يعني إضافية، وبدأ المشروع يخسر، مشان هيك ممكن أصحاب الشركة بينسحبوا. هلا تلبية لرغبة الجمهور الفتيان أو الشباب، صاروا إذا انتبهت على سبيستون بيعملوا فترة خاصة لسبيس باور. صحيح. تماماً. تماماً. يعني أنا بدعو كل جمهورنا الكريم وكل أصدقائنا وأحبائنا إنه يقدروا وضع القناة، إنه ما السبب يعني هنا يحطوا لنا أعذار أو يحطوا للقناة أعذار إنه في أشياء خارجة عن إرادتنا بإنه هن عم يعملوا هيك. أكيد هن عندهم رغبة في تلبية طلبات كل الجمهور الكريم، أكيد إن شاء الله. إن شاء الله إنه الأوضاع تتحسن وترجع إن شاء الله. إن شاء الله. هلا في ملاحظات كثير ناس، أكيد نحن مو كل الناس معنا، بس الغالبية الحمد لله معنا، لكن في لهم ملاحظات إنه نحن ليش منغير بالأعداد. طبعا قلنا الفخر نحن إنه مثل ما قال مدير مركز الزهرة الأستاذ مناع حجازي، قلنا الفخر إنه نحن كنا نعمل إعداد بخص المنطقة العربية، بخص الطفل العربي، بخص الشباب العربي. ما عم نجيب أعمال حتى ما يكون في غزو ثقافي من غير بلدان ويفرضوا علينا أسلوب حياتهم. صحيح. عرف صحيح. عرف إحنا تربينا جدا على الأفلام والكرتون والمسلسلات الكرتون اللي كانت تجينا من سبيستون. يعني تربينا على الأخلاق الحميدة، على المصطلحات، على المسميات، على انتقاء الكلمات. صحيح. هذه شهادة إلكم يعني صراحة. الله يبارك أعمالكم وشغف كبير. فأنا حاليا عفوا أنا بهالنقطة يعني أشكر الكادر الكبير من إدارة الشركة، حتى يعني أصغر موظف في البوفيه، الكل كانوا أخوة وكلهم أسرة واحدة ليوصلوا هاي النتيجة للجمهور. تأكدوا تمام أنه كان في كادر كتير مهم عنا، يعني حملة دكتوراه يسعوا دائما لتقديم شيء بخص تربية الطفل العربي، بالعوالم النفسية للطفل العربي، ودائما
أي حلقة بدأت تظهر للعلن كان مراقبتها من كل النواحي، من نواحي الجودة، من نواحي الفكرية، من نواحي الثقافية، كل هاي النواحي في كادر كبير كان مسؤول عن هاي القضايا. ونحن أهم شيء اللي وصلنا له، حتى لو كانت الأعمال تأتينا من الخارج، يعني من اليابان بالأساس، يعني بالأساس من اليابان أو من أمريكا، نحن أهم شيء أنه قدمنا لشبابنا العربي اللغة العربية الفصحى، لغة الجميلة. أنا على هاي الشغلة حاب أحكي شغلة. أنا طبعاً ممكن أنا بشتغل في مجال الأخبار في راديو، ولغوياتي الحمد لله سليمة في اللغة العربية. أنا بوجه الشكر التام والكامل إلكم ولسبيستو ولكل القائمين، لأنه أنا ما بعرف النحو والصرف، بس أنا مسكت اللغة منكم، أنتوا اللي علمتوني إياها، أنا عرفت التشكيل عن طريقكم وصلت اللي أنا فيه حاليا الحمد لله. بالإضافة إلى ذلك نأخذ بالحسبان في أحد الأيام السبق وجلست مع أحد مدراء شركة سبيستو في أحد الأيام لأحد المقابلات، كان يقول لي أنه في شركة سبيستون في أشياء جدا كبيرة إحنا كشباب وبرضو كأطفال مستحيل أحد يتوقعها أو حتى يلاحظها. أنه كانت سبيستون بالأساس متوجهة لجميع أطفال الوطن العربي وليست لمنطقة واحدة تحديدا، وحتى ما هي الجهة معينة، يعني كانوا يأخذون بالحسبان كل أنواع الثقافات لإيصال الثقافة العربية عامة وليست الخاصة لثقافة معينة. فهذا شيء يعني شيء يقدرون عليه، خصوصا ان المجهودات خلف العمل نفسه وخلف الدبلاج وخلف هذا كانت مجهودات جدا كبيرة في إصرار اللغة العربية لجميع انحاء الوطن العربي، اللغة العربية الصحيحة وليست لغة مخصصة لجهة معينة. من هذا المكان اشكرك يا استاذ مروان فرحات. احسن والله، شيء جميل جدا. هاي الفكرة اللي حكيتها كثير رائعة، يعني باختلاف الثقافات أكيد نحن عندنا ثقافة عربية واحدة، لكن أكيد كل منطقة من وطننا العربي الحبيب في له خصوصية أكيد، ونحن توجهنا بالشكل العام للجميع. صحيح نعم، إنه الجميع حاس حتى حاليا، يعني إذا بنلاحظ اللي مع في المكالمة حاليا بسمعونا وبسمعوك وبكل إصغاء ما شاء الله، يعني كل الاحترام للموجودين على التزامهم الرائع، من المحيط الهندي للمحيط الأطلنطي كلهم موجودين. نعم، من جميع الجنسيات العربية حاليا موجودين وبسمعوا. نعم، فيك. أنا أكيد حاسس فيهم وحاسس بكلامهم اللي حابين يحكوه، ولكنهم وصلتهم رسالتك الرائعة. وأنا حابب أوجه لك، ما بدنا نأخذ من وقتك كثير، حابب أوجه لك ختاما سؤال اللي هو شو بتحب توجه للإخوة والأخوات الموجودين معنا في المكالمة رسالتك؟ أنا بقول لهم مثل ما بنحكي كمان بشكل دائم، أنه انطباعاتكم وأحاسيسكم ومشاعركم دائما عم توصلنا وهي تاج على رأسنا، وتأكدوا تمام هذا الشيء بيسعدنا، كل كلمة بتقولوها بحقنا بيسعدنا، ومنعرف أنه نحن تعبنا وشقائنا كان في إله نتيجة، كلامكم الجميل ووفائكم الجميل. شكرا لكم. الله يسعدك، وشكرا لك على إطلالتك الرائعة معنا اليوم، نورتنا جدا. سلام. سعيد جدا جدا بأني كنت أحاول حياكم. وأخاطب فيك صراحة، وكنت أسمع منك مباشرة، أنا وأكيد أنا وكل الجمهور اللي بسمع فيك يا أستاذ، وإن شاء الله أنا يعني حلم حياتي إن شاء الله في المجال، وكثير من الناس حلمهم في هالمجال، وإن شاء الله إن شاء الله نكون بين ايديك وتحت ايديك ونتعلم ان شاء الله كمان. تسلم طريقك استاذ محسن واستاذ بسام، يعني انا بتمنى على جميع اللي عم يسمعونا واللي ما عم يسمعونا واللي راح يسمعوا التسجيل بعدين، لا تواخذونا اذا قصرنا مع اي واحد منكم، ان شاء الله تصل هاي الرساله. الله يسعدك. الله يسعدك، رساله واصله، وانتم اكيد ما قصرتوا وقدمتوا لنا الافضل والافضل. صحيح. تسلم. كل المتواجدين هنا هم بالاساس تربوا على أصواتكم، تربوا على الثقافة اللي علمتونا عليها، على كل شيء، على الأخلاق، على حب الصداقة، على حب
أشياء جدا كبيرة. أنا جدا ممنون لنفسي أني كنت من ضمن هذه الحقبة أو حقبة الطفولة هذه اللي أقدر أقول أنه مو كثير من الأشخاص حصلوا عليها لا في الماضي ولا في الحاضر. أشكرك يا أستاذي وأشكر برضو صديقي وزميلي محسن على تواجده معي في هذه المقابلة بإذن الله في المقابلات الجاية. شكرا لكم مستمعينا. شكرا أستاذ مروان. شكرا صديقي بسام على هاي السهرة الرائعة كانت برفقة ضيفنا العزيز والغالي علينا مروان فرحات. إن شاء الله تسلم. مقابلات قادمة إن شاء الله وإن شاء الله لنا لقاء إن شاء الله. بالتوفيق والنجاح لكم. الله يسعدك يعطيكم ألف عافية أعزائي. أنا جدا 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 ممنون أنه برنامج بداية أسطورة وبعد غياب جدا طويل دام الأكثر من 5 سنوات يعود من جديد ولأول مقابلة مع أستاذ جدا كبير وأقدر أقول عنها أبوي. شكرا لكل المتواجدين حاليا لأنه هذه تعتبر المرة الأولى اللي أسوي فيها مقابلة في برنامجي برنامج بداية أسطورة بعدد جدا كبير ومن محبي الأستاذ مروان فرحات. يعطيكم ألف عافية. كان معكم بسام. شكرا لكم ومحسن جبر. إلى اللقاء.